ارحم قرآن اکیڈمی کی ایک اور ویڈیو میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ معزز ناظرین، ہما قسم کی بیماریوں سے محفوظ رہنا ہے تو یہ نو کلمات ضرور پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمه شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، اللهم واقية كواقية الوليد، يا حنان يا منان يا حل المشكلات، ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير، اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلاً.